ده ليج فكرة أنا شايفها إن شاء الله تبقى حاجة كويسة، بتفكرني بالفان زون اللي بيبقى في كأس العالم أو في بطولة أوروبا، بيبقى دايما في حاجة اسمها فان زون، بيبقى فيه مجموعة من الشاشات كبيرة جدا وقعدات وأكل وشرب، الناس تتفرج، اللي مش عارفين يروحوا الاستاد بيروحوا يتفرجوا في الفان زون. هي فكرة شبيهة شوية ليها بشكل مختلف، شكل فيها جديد في مصر، بلس إن أنت عامل استوديو تحليلي كمان، دي حاجة السنس بتاعنا المصري فيها، انت عارف المصري بيحبوا يتفرجوا على استوديو تحليلي، يتكلموا على الماتش قبل الماتش وبعد الماتش، دايما بنحب نتكلم في الكوره يعني. وهي موجوده معموله بشكل حلو، بشكل شيك، بشكل ستايل، فان شاء الله تكون شكل جديد مختلف لكاس العالم، بطوله مهمه وحدث كبير، فبتعمله بشكل مختلف يعني. فبالتوفيق، وبحيي القائمين على الفكره يعني. الكافيه مهما كان كبير، بس العدد اعتقد بتاع ذا ليج كبير جدا، وهيبقى الشكل احسن وشكل اقوى والصوت احلى، والسكرين يمكن اكبر سكرين اللي هتبقى في الشرق الاوسط اعتقد موجوده، وزي ما بقول لك بلس كمان انت عندك من ستارز او نجوم موجودين معاك بيتفرجوا على الماتش وبيحللوا لك الماتش. انا اعتقد هيبقى الشكل كويس جدا ان شاء الله.